كيف التحدي بين السقا وحمدي وشعارنا هو تحدي في الخير؟ التحدي لسه صعب والنتيجة 9 حمدي 6 السقا، والحلقة حيتم إعلان الفائز فيها مع آخر لعبة وهي إيه؟ لآخر نفس. أنا افتكرت ملوخية. دي عندي. دي شاهد الملوخية صح، برافو عليك. سقا، أنت مرة أنقذت الأستاذ سليمان عيد خال الأستاذ حمدي المرغني في أبو قير من الغرق. آه دي حقيقة. طب احكي لنا الحكاية. ولا حاجة، كنا قاعدين في القاهرة، قال لي تيجي نطلع اسكندرية، كنت أنا وهو زميلي محمود عبد المغني، بوجه له التحية طبعًا. كنا قاعدين أنا ومغني وسليمان، قال لي نطلع اسكندرية، قلت له نطلع اسكندرية. فتحركنا مثلًا الساعة 3:30 الصبح. أول ما وصلنا اسكندرية وخدنا الأوضة في أوتيل ما يعني، وقعدنا. قال لي بقول لك إيه، تعالى نطلع أبو قير ناكل سمك وهو الآخر. قلت له يلا. رحنا أبو قير 9 الصبح، مفيش حد في أبو قير غيرنا طبعًا، أبو قير بحر ميت فالمية عكرة يعني. فخدنا قال لي طب ننزل بقى إيه، ناخد البيدالو البدال اللي هو بنبدل بيه في المية ده، ناخد البدال وننزل نروح لغاية المينا وأنا هرجع أعوم المينا. فبصيت له كده قلت له هترجع أعوم المينا إزاي يعني، ده بتاع 2 كيلو يعني. يهديك يرضيك. المهم خدنا، محمود ما بيعرفش يبدل، فانا ببدل ومحمود قاعد جنبي، وسليمان لابس بنطلون احمر كده لغايه هنا وفانيلا صفرة مكتوب عليها رقم 2 نادي اسكو الرياضي، ده مبدئيا يعني. لازم يغرق. المهم رحنا وصلنا لغايه المينا وبتاع، يا سليمان راجع نفسك. قال لي لا ده مفيد للقلب والشرايين وهو الاخر. يا ابني يهديك يرضيك. قال لي انا هنزل. نط سليمان، الريح شمال، فاحنا واحنا راجعين اسرع من واحنا رايحين يعني، الريح ناحيه الشط شمال. ترى سليمان 1 2 3 ابتديت اقلق انا اشك، 4 5 سليمان عمل كده غطس غاب، مش لاقي سليمان. محمود قلت له انا هنزل اشوف سليمان. قال لي لا ما تسيبنيش لوحدي، وراح ماسك في رجليا. انا ما بعرفش اعوم، انا ما بعرفش ابدل، انا مش عارف ايه وبتاع. سليمان مات يا استاذ، سليمان مات يا استاذ. الله. سليمان مات يا استاذ. المهم انا قمت خلع هدومي ونطيت في المايه، المايه عكره فمش شايف سليمان. فجاه لقيت واحد في تحت المايه بعد مثلا دقيقه ونص، لقيت واحد عامل كده متعلق في المايه واخر بقليله طالعه من بقه كده. المهم عقبال ما طلعت لقيت محمود الريح خدته الناحيه الثانيه، فانا عارف سليمان ولا عارف اوصل لمحمود ولا عارف اوصل لسليمان. من هنا لهنا ربنا فرجها، لحقنا البدال، طلعت سليمان، وصلنا الشط، قعدنا نتكله على بطنه عشان يرجع المايه اللي شربها. فاق الحمد لله، ومحمود قاعد بيترعش، نايمناه في الشمس. قال لي سيبوني بقى نايم شويه كده عقبال ما تطلبوا الاكل وانا اصحى. سيبناه نايم من حوالي الساعه 10:30 لغايه 2:30 الظهر، حرق من الدرجه الثالثه، وديناه مستشفى الشهر. هو ما غرقش، اتحرق. هو غرق واتحرق في يوم واحد. هو ما يغرقش، هو من الكشريات فما يغرقش. بالظبط. انت عارف طبعا الخال والد. لا ده حبيبي. تقول ايه اللي انقذ خالك من الغرق؟ اقول له ليه ما كنت سبته. يلا بينا. تحيه سليمان. تحيه طبعا. رمضان كريم وحمد لله على السلامه يا استاذ سليمان، بجد ثانك يو احمد طبعا. ملك الشهامه والجدعنه.